رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل اللي عملناه عملنا سلطة الكبدة وعملنا كمان كبدة بالردة، بس أنا مرضيتش أحط الكبدة المستوية غير أما نرجع. شايفين يا جماعة سلطة الكبدة عاملة إزاي؟ أهي هضيف عليها الكبدة وأقلبها تقليبة ونشيلها من على النار. يا جماعة الموضوع حلو قوي، طعمها حلو جدا وريحتها يعني جميلة جدا، لدرجة إن أنا ممكن أجيب عيش بلدي وأقلب. أهو حطينا أهو أهو تمام، نقلب على كله ونسيبها تغلي غلوة واحدة بس. عارفين ليه؟ لأن الكبدة بتاعتنا مستوية يعني الكبدة. طيب في حد هيسألني يقول لي طب أنا عايز أحط كبدة نية، هنحط الكبدة النية بس لازم نسويها برضو في البداية مع البصل والثوم. بصوا أهي بعد ما حطينا عليها الكبدة، الله الله الله، أحلى من المحلات، لأن على الأقل أنا ضامن أنا عامل إيه. هشيل دي من هنا ونعمل بعد كده الكبدة الإسكندراني يعني بطريقة بسيطة جميلة لذيذة هتعجبكم. مقاديرنا بسيطة، واحنا انتوا عارفين ما بنحبش نعمل حاجات معقدة. يعني عندي الكبدة الإسكندراني عبارة عن كيلو أو كيلو إلا ربع أو كيلو ونص حسب عدد أفراد الأسرة، يعني حسب عدد أفراد الأسرة. عندي كمان خمس فصوص ثوم مطحونين، خمس فصوص ثوم مطحونين. عندي معلقة من الكمون، معلقة من الكمون، نص معلقة من البهارات، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقة كزبرة ناعمة، كوباية من الفلفل الأخضر أو الألوان زي ما تحبوا، وعندي ثمرتين من الفلفل الحار ده أساسي، وملح وفلفل، وهنقدمها مع سلطة الطحينة أو خبز بلدي. ويلا بينا نشتغل. بصوا بقى، سر من أسرار الكبدة الإسكندراني كله عن ني. يعني إيه؟ هوريكم دلوقتي. أول حاجة هنيجي كده ناخد الكبدة يعني كله على الني، هناخد الكبدة كده بسم الله ونفضيها كلها في البولة دي. أما نقول كله على الني يعني بنحط كل المقادير على بعضها، الفلفل أهو، الخل، الليمون، الكمون والكزبرة والبهارات، وهنحط شوية ملح فقط مش فلفل، مفيش فلفل هنا، والفلفل الحار ده أساسي، والثوم ده بقى الأساس الأساس أهو. إيه بقى الأساس هنا؟ فلفل الحار والثوم والكمون. تاني الأساس الفلفل الحار والثوم والكمون. حطينا هنا تاني على الكبدة عصير ليمون وكمون وخل وفلفل حامي وكمان شوية من الثوم والكمون، وهناخد شوية ملح نحطهم. يبقى عندي كده الكبدة بتاعتي جاهزة، شوية ملح اهم، ونقلب كله تمام التمام اهو. شايفين يا جماعة الموضوع بسيط قوي، الكبدة حلوة قوي قوي قوي. يا أستاذ حسين، الكبدة أحلى مع الشيف يوتري. يا أهلا بحضرتك، أهلا بيك. الله يخليك، لا تسلم ايدك يا حاج يسرى. والله الله يخليك. احنا عملنا سمك اهو، هنعمل لك ان شاء الله ان شاء الله قريب كفتة السمك. حاضر ان شاء الله. لا لا في انتظارك يا شيف، وعندي طلب كده بعد اذنك، عايز رقم. من عينيا من عينيا، حاضر انا هحولك للكنترول ويدوك رقم، بس مالكش سؤال؟ تمام كده. بشكرك يا استاذ حسين على اتصالك. هناخد بقى اهو الكبده نحطها على شويه الزيت ني في ني اهو، ونقلب لغايه ما تستوي معانا. لو انتوا شامين معايا الريحه في الاستوديو هتعرفوا ان احلى كبده اسكندراني بنعملها. نستنى كده لما بقى ايه تغلي غلوه. انتوا عارفين طبعا قبل الاكل او قبل اي حاجه العين بتاكل، تمام. ممكن نقطع الكبده دي شرايح، شرايح صغيره مفيش مشكله خالص. في ناس بتقول ان الكبده الاسكندراني بتتعمل بليمون وشويه من الثوم وكمون وفلفل بس. مفيش مشكله، يعني ده مش اساس. انا بس حبيت اعمل لكم تتبيله تكتبوا عليها كده وانتوا بتاكلوا شيف يسري، وجربوها، ولازم تكلموني على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي وتقولوا لي لو جربتوها ان شاء الله. بعد كده كلموني وقولوا لي الكبده عامله معاكم ايه، زي ما كلمتوني على البسبوسه اللي طبعا عجبتكم جدا جدا جدا. 38 55 00 17، 38 55 00 17.
يا ام فرح. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ممكن تقول لي مقادير صوابع زينب يا شيف يسري؟ من عيني حاضر، احنا عملناها بس هقول لك عليها حاضر وهنزلها لك في اخر الحلقه. من عيوني حاضر. بصوا بقى، الكبده دخلت في التسويه، انتوا عارفين ما بتاخدش سوى خالص، بس في هنا لو بصينا شويه صوص صغننين كده اهم، لو انا بغمس اهو شايفينهم اهم، ده احلى حاجه في الكبده بصراحه، شويه الصوص الصغننين دول. ولكن اهو اهم شايفينها اهم، باينين باينين معايا اهم، الصوص ده او شويه الصوص ده من احلى الطعم. يعني احنا في البيت بنتخانق عليهم انا وولادي، يعني دايما كده اما بكون نقعد نتخانق عليهم. انا طبعا ايه، انا عارف ان هم احلى حاجه في الكبده، ولكن اما نيجي نعملها سندوتشات، نعملها ما فيش مشكله خالص. نحط طحينه، نحط شويه بابا غنوج، نحط اللي انتوا عايزينه. لو عملناها في العيش الفينو من غير حاجه خالص بتبقى روعه الروعه. شامم الكبده اهو، طبعا الناس هنا موجودين وعارفين الكبده طبعا مفيده جدا للي عندهم انيميا، والناس طبعا هي مفيده في كل الاحوال عامه، روعه الروعه. وطبعا انا اكتر شعب اعتقد انه بياكل كبده في العالم هو الشعب المصري. شوفوا بقى، عملنا الكبده، انا هسيبها شويه على النار كده اهو، وهجيب الطاسه دي هنا واحط دي مكانها، هتاخد كمان دقيقه ولا دقيقتين.